السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي الكفرنرز أو المتحكمات. الفونكشن of a governors، وظيفة المتحكم، is to regulate the mean speed، وظيفة تنظيم سرعة المحرك. يعني شلون؟ طبعا حسب تغييرات الأحمال أو التغيرات اللي تصير بالحمل على المحرك. فمثلا إذا كان عند اللود على المحرك يزداد، فهذا معناه أنه سرعة المحرك راح تقل. فمن قلت سرعة المحرك شو أحتاج؟ أحتاج أنه زيادة بضخ الوقود للمحرك حتى ترجع سرعته تزيد. On the other hand، على الجهة المقابلة، إذا كان عند الحمل على المحرك يقل، فهذا معناه أنه السرعة مالته راح تزيد، وبالتالي من تزيد سرعته أحتاج أنه أقلل مقدار ضخ الوقود للمحرك حتى أقلل سرعته، بحيث أحافظ على سرعة المحرك تكون سرعة ثابتة. فبهالحالة راح نستعمل الكفرنر أو المتحكم اللي هو automatically controls the supply of working fluid، تلقائيا راح يسيطر على ضخ الوقود إلى المحرك. يعني نقدر نعتبر أنه الكفرنر عبارة عن كنترولر وبي فيدباك، هذا الفيدباك أنه يتحسس سرعة المحرك، فإذا السرعة قلت يزيد ضخ الوقود، يفتح الصمام ويدخل وقود أكثر للمحرك حتى يزيد سرعته، وبالعكس. نجي على types of governors، أنواع المتحكمات. عندي نوعين اللي هن centrifugal governors، المتحكمات المركزية اللي تعتمد على قوة الطرد المركزي، والinertia governors، المتحكمات الذاتية. نجي على centrifugal governors، المتحكمات المركزية تكون على شكلين: pendulum type اللي تكون على شكل بندول، عندي بيها نوع واحد اللي هو الوات governor، واللي هو يكون من أبسط أنواع المتحكمات. والنوع الثاني اللي هو loaded type. loaded type هنا نضيف load معين أو حمل معين حتى يحسن من أداء الكفرنر، فهو راح يكون تعديل أو تحوير للpendulum type. وأيضا loaded type بعدة أشكال، بالديد ويت كفرنر والسبرنج كنترول، وكل نوع على أو كل شكل إلى أنواع. نجي على تعريف centrifugal governors، المتحكمات المركزية. هنا قلنا المتحكمات المركزية تعتمد على اتزان القوة المركزية. يعني شلون؟ تصميم الكفرنر يكون بهالشكل، عندي هذا spring steel balls والسبندل والروتيتنج ويت، الأوزان الدوارة. طبعا هاي الأوزان الدوارة تدور بسرعة زاوية أو سرعة دورانية، فأي كتلة تدور بسرعة دورانية أو سرعة زاوية راح تولد لك قوة طرد مركزي اتجاهها للخارج، اللي هي الـ F sub C centrifugal force، لذلك سميت centrifugal governors، المتحكمات المركزية. نجي هذا شكل مبسط يوضح لي تركيب الكفرنر. هنا عند الشرح بالأسفل شي يقول when the load on the engine increases، إذا زاد الحمل على المحرك، فهذا معناه يعني الحمل من يزيد على المحرك معناه أنه سرعة المحرك راح تقل، وبالتالي راح يقلل لي سرعة الكفرنر. من قلت سرعة الكفرنر، لأن سرعة الكفرنر مرتبطة ويا سرعة المحرك، فمن قلت سرعة المحرك سرعة الكفرنر راح تقل. من قلت سرعة الكفرنر نتيجة هاي القلة اللي صارت راح تقلل لي centrifugal force on the balls، راح تقلل لي القوة المركزية اللي تنتج نتيجة دوران الكرات. لذلك أثناء قلة القوة المركزية شراح تسبب؟ راح تسبب أنه هاي الكرات
راح تدخل إلى الداخل. هاي الكرات راح تتجه إلى الداخل. من تتجه الكرات للداخل شنو معناه؟ معناه أنه هاي المسافة اللي بين الكرات راح تقل، فالسليف راح ينزل للأسفل. هذا السليف راح ينزل للأسفل. من نزل السليف للأسفل أثناء نزوله إيش راح يسبب؟ راح يسبب فتح بالثروتل فالف، يعني الصمام هذا راح ينفتح حتى يدخل لي كمية وقود أعلى للمحرك. من يدخل لي كمية وقود عالية للمحرك معناه أنه سرعة المحرك راح تزيد. طبعا أنه إذا زادت سرعة المحرك ورجعت طبيعية ماكو مش، يعني هي مني يرجع سرعة المحرك مثلا ترجع للطبيعي، من نزيد عندنا الطبيعي ترجع هاي الكرات، يعني راح يزيد الحمل على المحرك. من يزيد الحمل على المحرك معناه انه هاي الكرات راح تتجه الى الخارج. طبعا نتيجة القوة المركزية اللي هي راح تتجه للخارج، فمن تتجه للخارج معناه انه المسافة بين الكرات راح تكبر، راح يصعد السليف للاعلى. يعني هسه اتخيل انه هذا الميكانيزم قاعد الكرات تتجه واحدة لليمين واحدة لليسار، معناها السليف راح يصعد للاعلى. من صعد السليف للاعلى نتيجة الصعودة راح يرجع لثروتل فالف، يعني ينغلق بنسبة معينة بحيث يقلل دخول الوقود للمحرك، وبالتالي راح يقلل سرعته يبطئها. فهاي وظيفة الكفرنر انه يحافظ على سرعة ثابتة للمحرك. نيجي على الوات كفرنر اللي هو واحد من انواع البندولوم تايب، او ابسط انواع الكفرنر اللي هو الوات كفرنر او المتحكم وات. هنا قلنا هو يكون ابسط انواع المتحكمات. تركيبه بهالشكل هذا، انه كرة، هاي الكرة ومرتبطة بأذرع، طبعا تكون على شكل بندول، يعني دورانها بشكل بندول، لذلك هي كانت من انواع البندولوم تايب. هنا دائما بالكفرنر المعادلات اللي احتاجها هي اربط الاتش، هاي اللي هي نسميها ارتفاع الكفرنر، اربطها ويا الان السرعة الدورانية، او الاوميجا السرعة الزاوية. يعني اربط الاتش ويا الان او ويا الاوميجا السرعة الزاوية. دائما انه لازم اوجد معادلات اربط بها الاتش ويا الان او الاوميجا. هاي المعادلات شلون تصير؟ من تحليل القوة، اجي احلل القوة على الكفرنر واوجد المعادلات. هنا عندي المسافة من مركز الكرة لحد هذا السنتر نسميها الار، والارتفاع من مركز الكرة لحد نقطة O نسميها الاتش، وعندي هنا الاف سب سي centrifugal force القوة المركزية اللي قلنا تتولد نتيجة دوران هاي الكرات حول مركز معين، وعندي هنا الويت اللي هو وزن الكرة. طبعا وزن الكرة يعتبر كقوة، فوحدة قياسه بالنيوتن، يعني نضرب الكتلة مال الكرة في التعجيل. هنا تحليل القوة قلنا عندي الاف سب سي والدبليو، وعندي هذا الار، عندي هنا التينشن قوة الشد اللي يصير بالذراع. هنا هسه نجي على التيرمز، بعض المصطلحات اللي راح نتعامل وياها خلال تحليل القوة. عندي الام اللي هي الماس اوف ذا بول، كتلة الكرة بالكيلوغرام، والسمول دبليو اللي هي الويت اوف ذا بول ان نيوتنز، وزن الكرة بالنيوتن، طبعا راح يساوي الكتلة في التعجيل. وعند التي اللي هو التينشن قوة الشد بالذراع، وحدة قياسها بالنيوتن، والأوميجا الانجولار فيلوسيتي السرعة الزاوية للذراع وللكرة، وحدة قياسها الراد على السكند، والآر اللي هو الراديوس اوف روتيشن
نصف قطر مركز الدوران أو الدوران، وحدة قياسه بالمتر، والاف سب سي سنترفيغال فورس القوة المركزية، وحدة قياسها بالنيوتن، وقانونها تساوي الام في الأوميجا تربيع في الار. الام اللي هي كتلة البولز، كتلة الكرة، والأوميجا هو السرعة الزاوية للكرة، والار نصف قطر الدوران. وعند هنا الاتش اللي هو يمثل ارتفاع الكافرنر. هسه أجي على تحليل القوى. هنا تحليل القوى، احنا قلنا اريد اني اوجد علاقة تربط لي الاتش الارتفاع مع الاوميجا سرعة الزاوية او الان السرعة الدورانية. هنا العلاقة شلون اوجدها؟ من خلال استعمال معادلات الاستاتيك اللي هي summation force يساوي صفر او summation moment يساوي صفر. هسه هنا بهذا النوع راح ناخذ مومنت حول نقطة O، عزم حول نقطة O، summation MO يساوي صفر. هسه أرجع للشكل أشوف شلون أخذ العزوم. العزم طبعا هو قوة في ذراعها، فالF sub C هي قوة من أضربها بالذراع أريد عزم على نقطة O، إيش راح يصير عندي؟ الذراع مالتها هو ال H، المسافة من القوة لحد نقطة O هي ال H، فذراعها راح يكون ال H، يعني ال F sub C أضربها بال H. طبعا هنا نقول summation moment مجموع القوة حول نقطة O راح يساوي صفر. افرض انه العزم مع عقرب الساعة يكون موجب، فالاف سب سي في الاتش، الاف سب سي راح يدور حول نقطة او ويا عقرب الساعة فيصير موجب اشارته. الدبليو عند القوة الثانية هي الدبليو الوزن في العزم مالته هو الار، لانه المسافة من الدبليو لحد الاو هي الار، فراح يصير طبعا إشارة التدوير ما راح يصير عكس عقرب الساعة، فإشارة تصير ناقص W في ال R راح يساوي للصفر. بعدها هذا الناقص W في R أحاول ورا اللي يساوي راح يصير زائد، فراح يصير عند ال F sub C في ال H يساوي W في ال R. هسه هاي المعادلة اللي راح نستعملها هنا جوا، هاي ال F sub C في ال H يساوي ال W في ال R، وتساوي ال W هي ال M في ال G في ال R، أو نجي نفس القانون ال F sub C القوة المركزية شو تساوي؟ نرجعها لقانونها، تساوي ال M في الأوميجا تربيع في ال R، وعندي هنا مضروبة بال H في ال H، يساوي ال W شنو قانونها؟ ال M في ال G في ال R، ال R اللي هو هاي هنا المضروبة بال W. هنا راح يصير عندي اختصارات، اختصر ال M ويا ال M، وال R اختصرها ويا ال R، فراح يصير يبقى عندي ال W تربيع، العفو الأوميجا تربيع في ال H تساوي G. أنا قلت أريد علاقة تربط ال H ويا الأوميجا تربيع، فال H راح يساوي البعيد على القريب، فراح يساوي G على الأوميجا تربيع، هاي أسميها معادلة واحد. زين هسه أنا هاي العلاقة ربطت لل H ويا الأوميجا تربيع، إذا أريد أربط ال H ويا ال N تربيع فعوض بمكان الأوميجا قانونها اللي هو 2 باي N على 60، أعوضها هنا راح يصير ال H يساوي 9.81 على 2 باي N على 60 تربيع. هذا الرقم 9.81 إذا أضربه في 60 تربيع وقسمه على 2 باي تربيع
راح يطلع 895 مقسوم على الانتربيع. هاي العلاقة اللي احتاجها بكل كفرنر، انه اربط ال H له الارتفاع ويا السرعة الدورانية. نجي هسه على النوع الثاني اللي هو البورتر كفرنر، اللي ضمن اشكال اللود تايب. عندي البورتر كفرنر او المتحكم بورتر is a modification of a watts governor، هو تحوير او تعديل للمتحكم واط، تحوير او تعديل يعني نفس متحكم واط بس ضافوا له فد اضافة معينة حتى تحسن من اداء. هاي الاضافة هي شنو؟ central load، قوة مركزية موصلة بالسليف كما موضحة بالشكل 3. نرجع شوف الشكل 3، هذا سنترال لود. نفس الوات كفرنر عندي هاي الكرات وهنا الأذرع مالتها، وضايف له السنترال لود الحمل المركزي نسميه W، وعندي هذا السليف. هنا من أجي على تحليل القوة، قلنا أيضا هم نسوي تحليل قوة له حتى نوجد علاقة نربط هاي الـ H ويا الأوميجا تربيع أو ويا الـ N، نربط ارتفاع الكفرنر ويا السرعة الزاوية أو السرعة الدورانية. تحليل القوة شلون راح يكون عندي؟ هنا هاي الكرة لها small W الهوازن للأسفل، وقلنا عندي قوة طرد مركزي اتجاهها للخارج اللي هي الـ F sub C، والأذرع كل ذراع له قوة شد، فهذا الذراع قوة الشد مالته نسميها T1، وهذا الذراع نسميها T2 قوة الشد مالته، لأنهم مختلفين بالأطوال فقوة الشد تختلف عندي. وعندي بنقطة دي هذا الوزن السنترال لود، الوزن مالته وين يتمثل؟ على هاي المفاصل، ينقسم نصين، كل مفصل ياخذ نصف، يعني هو وزنه كابيتال دبليو، فهنا بنقطة دي راح يصير عندي كابيتال دبليو على 2، وهنا بنقطة اي راح يصير كابيتال دبليو على 2. هسه هنا شكل بي ماخذين نص هذا الكفرنر، يعني قاطعي بالنص حتى اخذ تحليل القوة عليه، فهسه اخذنا نصه وجينا حللنا القوة وضعنا هاي القوة اللي هسه اشرناها على الرسم. عند الاف سب سي قلنا متجهة لليسار، والوزن هنا مال كرة للاسفل سمول دبليو، وعندي قوة الشد للاذرع تي 1 والتي 2، وعندي هذا الوزن هنا W على 2 بالنقطة D، وعندي هاي الزوايا، هاي زاوية ألفا للذراع T1 وزاوية بيتا للذراع T2. أيضا هنا عندي هاي التيرمز المصطلحات المعرف بيها بعض الرموز اللي على الرسم، نفس المصطلحات السابقة، بس هنا عند الكابيتال M هو كتلة سنترال لود، هذا الحمل المركزي اللي هو ضايفه كتلته بالكيلوغرام، والW كابيتال W اللي هو الوزن مال هذا السنترال لود اللي أنا ضيفته بالنيوتن اللي هو راح يساوي الكتلة في التعجيل، وعند الR اللي هو نصف قطر مركز الدوران، الH ارتفاع الكفرنر، الN السرعة الدورانية بالRPM، والأوميجا السرعة الزاوية بالرايد على السكند اللي هي ساوي 2 باي ان على 60، والاف سب سي سنترفيغال فورس القوة المركزية اللي قانونها قلنا ام أوميجا تربيع في الار، التي 1 قوة الشد على الذراع الاول او العلوي، والتي 2 قوة الشد بالذراع السفلي، الالفا زاوية الميلان للذراع العلوي، والبيتا زاوية الميلان للذراع السفلي. هسه شلون اوجد علاقة تربط للاتش ويا الاوميجا
بالبورتر كافرنر. هنا اكو طريقتين للحل. الطريقة الاولى اللي هي طريقة تحليل القوة، والطريقة الثانية اللي هي الانستانتينيوس سنتر ميثود، طريقة المركز الآني. فالطريقة الأولى اللي هي resolution of forces، تحليل القوة، يعني آخذ الجوينتات يعني نقطة B ونقطة D أحلل القوة، وبعدين أوجد علاقة تربط ال H ويا ال N. وطريقة المركز الآني أرسم نقطة آخذ عزم حول هاي النقطة حتى أوجد علاقة تربط ال H ويا ال N. فنجي للطريقة الأولى اللي هي طريقة تحليل القوة. قبلها طبعا أروح هنا عندي النقاط اللي راح أخذ حولها أو عليها القوة، اللي هي نقطة D. نقطة D ايش عندي أنا القوة اللي عليها؟ عندي الكابيتال W على 2، الوزن ما سنترال لود نصف الوزن، وعندي التي 2 قوة الشد. هنا طبعا قوة الشد مايلة بزاوية بيتا. هنا قوة الشد ما دام مايلة فلازم احللها مركبتين، واحدة عمودية والثانية راح تكون افقية. العمودية ما دام هنا ويا الزاوية فراح تنضرب بالكوساين، يعني تصير عندي تي 2 كوساين البيتا، والأفقية راح تنضرب بالساين، تصير تي 2 ساين بيتا. هاي القوة أو تحليل القوة على نقطة D. هسا نحلل القوة بنقطة B. نقطة B ايش عندي؟ عندي وزن الكرة small w للأسفل، وال F sub C القوة المركزية اللي هي راح تكون لليسار، وال T1 يكون مائل مائل بزاوية. طبعا الزاوية اذا نسوي تبادل زوايا فهاي هنا اللي ويا العمود هي نفسها الالفا، والتي 2 اذا نسوي تبادل زوايا فهاي نفسها ويا الفيرتيكال هي البيتا. فالتي 1 هنا ايضا راح احلله مركبتين. المركبة العمودية اللي هي راح تصير ويا الزاوية كنا تنضرب دائما بالكوساين، يعني هنا تي 1 كوساين الفا، والأفقية راح تنضرب بالساين، تصير تي 1 ساين الفا. التي 2 هما بزاوية زاوية بيتا فيتحلل مركبتين. العمودية ايضا ويا الزاوية راح تنضرب بالكوساين، صير تي 2 كوساين بيتا، والافقية راح تنضرب بالساين، صير تي 2 ساين بيتا. تحليل القوة، هسا ناخذ كل نقطة، نقطة دي نحلل القوة اللي عليها، ونقطة بي نحلل القوة اللي عليها، وبعدين نقسمهم ونوجد علاقة تربط ال H ويا ال N. هسا نجي للطريقة الأولى اللي هي resolution of forces، طريقة تحليل القوة. قلنا على نقطة D أسوي محلل القوة بنقطة D. نقطة D قلنا ايش عندي للأسفل؟ capital W
على 2. نرجع للشكل الفوق اللي حللناه، وش عنده للأعلى؟ T2 cosine beta. طبعا الويا الأفق راح نهملها لأنه قوة واحدة فقط، فناخذ هسه الـ summation force باتجاه الواي. نقول summation force باتجاه الواي يساوي صفر. أفرض أنه القوة للأعلى مثلا موجبة تكون، فراح يصير عندي T2 cosine beta ناقص W على 2 يساوي صفر. فأحول الناقص ورا اليساوي، يصير T2 cosine beta يساوي W على 2، يعني مجموع القوى للأعلى يساوي مجموع القوى للأسفل. بمكان الـ W أجعوض معادلته، الـ W هو الوزن مال الـ Central Load، فمعادلته هو الـ M كتلة مالته في التعجيل على 2. من هاي المعادلة أوجد معادلة للـ T2 اللي هو راح يساوي الـ M في الـ G على 2 كوساين البيتا. هاي أسميها معادلة واحد. هسه نروح لل نحلل القوى على نقطة بي. نقطة بي طبعا بيها مجموعة قوى، قوى عمودية وقوى أفقية. فهسه نرسم نقطة بي. ايش عندي للأسفل؟ عندي small w، وأيضا عندي T2 كوساين بيتا. لليسار عندي الـ F sub C، ولليمين عندي T1 ساين ألفا، وأيضا عندي T2 ساين بيتا. للأعلى عندي فقط T1 كوساين ألفا. فسه راح نجي ناخذ القوة باتجاه العمود، يعني مجموع القوة للأعلى يساوي مجموع القوة للأسفل، أو summation أفوا يساوي صفر. أفرض للأعلى موجب أو مباشر أنه مجموع القوة للأعلى T1 كوساين ألفا يساوي مجموع القوة للأسفل، إيش عندي؟ T2 كوساين بيتا زائد W. أجل T2 أعوض معادلتها اللي هي معادلة واحد الفوق هسه لقيناها، اللي هي M في G على 2، الاثنين مضروبة بكوساين بيتا، وعندي هنا بالبسط كوساين بيتا يروحن، فيبقى بس M في G على 2 زائد الـ MG. هاي القوة باتجاه الـ vertical العمود. هسه نجي القوة باتجاه الأفق. مباشر أقول مجموع القوى لليمين يساوي مجموع القوى لليسار. مجموع القوى لليمين إش عندي؟ T1 ساين ألفا زائد T2 ساين بيتا يساوي الـ F sub C، أو أقول summation Fx تساوي صفر. وأفرض أنه لليمين تكون موجب، راح تطلع عندي هاي المعادلة. أجي T1 ساين ألفا أنزله مثل ما هو، الـ T2 أعوض معادلته، معادلة واحدة سميناها اللي هي M في G على 2 كوساين بيتا مضروب بساين بيتا يساوي الـ F sub C، أنزله مثل ما هو. بعدها T1 ساين ألفا أنزله مثل ما هو، الـ M في G على 2 ينزل، هنا راح يصير عندي ساين بيتا بالبسط وكوساين بيتا بالمقام، فالساين على الكوساين يطلع عندي تان بيتا ويساوي الـ F sub C.
أجي هسه هذا الحد أحاول أرى اللي يساوي، يصير إشارته سالبة، فراح التي 1 ساين ألفا أنزله مثل ما هو، الإف سب سي راح يصير يساوي ناقص الإم في الجي على 2 في تان البيتا، هذا الحد اللي حولناه بعد اللي يساوي. كل هاي الاشتقاق حتى أوصل معادلة أربط الإتش ويا الأوميجا أو ويا الإن. هنا طبعا المعادلات مال فيرتيكال سميناها معادلة 2، وللأفق سميناها معادلة 3. هسه نجي الخطوة اللي بعدها، نقسم معادلة 3 على معادلة 2. معادلة 3 اللي هي T1 ساين ألفا يساوي F سب C ناقص على T1 كوساين ألفا اللي هو معادلة 2. نختصر T1 ويا T1، ساين ألفا على كوساين ألفا هو تان الألفا، ساين على الكوساين هو تان. هذا الحد هنا بالمقام نضربه بالبسط وسطين بطرفين يعني بالجهة الثانية، فصار عندي هنا بالبسط مال الجهة الثانية اللي هو M في الجي على 2 هذا زائد M جي تان الألفا، ويساوي هذا الحد الـ F سب C ناقص M في الجي على 2 في تان البيتا. هسه الخطوة اللي بعدها نقسم هاي المعادلة تقسيم تان الألفا فراح يصير عندي M في الجي على 2 زائد M جي يساوي الـ F سب C، قلنا هنا تان الألفا طبعا يروح لأن قسمنا عليه، راح تان الألفا هنا يصير بالمقام F سب C على تان ألفا ناقص M في الجي على 2 في تان البيتا على تان الألفا. هسه هنا تان البيتا على تان الألفا راح نسميه Q، هنا راح نسميه Q، وتان الألفا إذا نرجع للشكل ش راح يساوي لي؟ راح يساوي الـ R على الـ H. تان الألفا هنا تان الألفا، التان هو المقابل على المجاور، فالمقابل هو الـ R والمجاور هو الـ H. هسه الخطوة اللي بعدها بمكان التان الألفا يعني نفس المعادلة اللي فوق، بمكان تان الألفا راح أعوض R على الـ H، فبما أنه هي بالمقام من تصير بالبسط تصير H على R ناقص الـ M في الجي على 2 التان بيتا على تان ألفا سميناها Q. الـ F سب C طبعا هنا أعوض بمكانها M أوميجا تربيع في الـ R، فالـ R هاي راح أختصرها ويا الـ R. طبعا هاي الخطوة هسه راح منها أبدي أربط علاقة بحيث أخلي الـ H بجهة والأوميجا تربيع بجهة أو بالعكس. فهسه هنا ايش راح يبقى عندي؟ M أوميجا تربيع في الـ H هذا عوفه بمكانه، والويا هذا الحد الـ B إشارة سالب أحاول ورا اللي يساوي يصير موجب، راح يصير عندي يساوي M في الـ G زائد كابيتال M في الـ G على 2 واحد زائد Q، لأن هنا راح يصير عندي حدين بيها M في الـ G على 2، وعامل مشترك يطلع الـ M في الـ G على 2، يبقى هنا بمكان هذا واحد وبمكان هذا Q، فيصير واحد زائد Q. هسه هنا أعوف الـ H بجهة يعني هذا الحد مال المعادلة كله، طرفين المعادلة أقسمهم على M أوميجا تربيع حتى تبقى عندي الـ H بجهة والأم أوميجا تربيع تجهنا بالمقام، صارت عندي هاي المعادلة. هاي المعادلة سوى بعدها حول الأوميجا تربيع بجهة والـ H بجهة يعني خلاهن بالعكس، فش راح أسوي؟ هنا العفو راح يصير ضرب في أوميجا تربيع على H
نضرب هاي المعادلة في أوميجا تربيع على H، راح يصير عند الأوميجا تربيع بج وال H هنا بج، طلعت عندي هاي المعادلة النهائية. هسه أريد ما أربط الأوميجا ويا ال H، أريد أربط ال N، فش أسوي؟ أعوض بمكان الأوميجا بالمعادلة الفوق 2 باي N على 60، أعوضها هنا راح تصير المعادلة بدلالة ال N، تطلع عند المعادلة تربط لي ال N ويا ال H. طبعا هنا أعوض بمكان ال Q، العفو بمكان التعجيل الأرضي 9.81، وهاي 60 في 2 باي، هنا طبعا هاي المعادلة راح تنضرب في 60 على 2 باي تربيع، حتى تروح منها تبقى بس الان تربيع وحدها، احصر المعادلة بهالشكل هذا. هنا يقول إذا الأذرع مساوية، معناه زاوية ألفا هي نفسها زاوية بيتا، يعني تان الألفا تساوي تان البيتا، يعني الكيو واحد. فإذا عوضت بهاي المعادلة الفوق بمكان الكيو واحد، أحصر عندي هاي المعادلة النهائية الأن تربيع تساوي هذا الرقم. فإذا لاحظ التحوير اللي صار على الوات كافرنر هو هذا الحد، يعني الوات كافرنر معادلته الان تربيع تساوي 895 على H، ضفنا لهذا الحد بالبورتر كافرنر. إذا أخذت قوة الاحتكاك بنظر الاعتبار، فهنا راح تنضاف عندي ويا الوزن، وزن السليف تنضاف الـ F بلس ماينس. نجي للطريقة الثانية اللي هي طريقة الانستانتينيوس سنتر ميثود، طريقة المركز الآني. المركز الآني نفس اللي رسم شكل بي الفوق، أرسم مركز آني اللي هو شلون من نقطة بي بي أجر خط مايل ويا ميلانها، ومن نقطة دي أجر خط أفقي الشكل هذا، وين ما يتقاطع ويا الآي هنا أسمي، يعني العفو وين ما يتقاطع أنا أسميها نقطة آي. فآخذ عزم لهاي القوة الظاهرية حول نقطة I، يعني أخذ عزم حول نقطة I حتى أوجد العلاقة اللي تربط لل H ويا ال N أو الأوميجا. هسا العزم كنا يكون للقوة الظاهرية، فال F sub C من أخذ لها عزم حول I، هنا هسا راح نأخذ عزم حول نقطة I، يعني summation moment حول ال I يساوي صفر. أفرض مثلا العزوم ويا عقرب الساعة تكون موجبة. ال F sub C ذراع لحد نقطة I شقد؟ اللي هو بي ام، يعني نضرب ال F sub C في ال بي ام، طبعا اتجاه راح يكون عكس عقرب الساعة، فنقدر نفرضه سالب واللي ويا عقرب الساعة يكونون موجب، أو نقول مجموع العزوم حول أو مع اتجاه عقرب الساعة تساوي مجموع العزوم مع عكس عقرب الساعة. فال F sub C قلنا نضربه في ال B M اللي هو الذراع مالته من ال F sub من ال B لل M، وراها ال W، ال W ذراع على حد ال I هو هذا ال I M، وال W على 2 ذراعه هو ال I D، هاي المسافة من ال I لل D. طبعا هنا عندي الألفا وهنا البيتا، تبادل الزوايا هاي الألفا وهاي البيتا. فهسه راح نشوف انه تان الألفا تان الألفا
راح يساوي؟ راح يساوي المقابل على المجاور. المقابل هو الـ IM، والمجاور هو الـ BM. وتان البيتا راح يساوي المقابل اللي هو الـ MD أو DM، على المجاور اللي هو الـ BM. هسه هنا بعد ما ضربنا هاي الـ F sub C في الـ BM، ايش راح نسوي؟ نقسم هاي المعادلة اللي هو هنا عندنا شنو الـ F sub C في الـ BM. نقسم هاي المعادلة على BM. فراح يبقى عندنا الـ F sub C هاي الجهة، والـ BM راح يصير هنا بالمقام، يصير M في G في IM على BM زائد M في G على 2. الـ ID، المسافة الـ ID اللي هي شو تساوي؟ تساوي المسافة الـ MD زائد الـ IM. يعني نعوض بمكان الـ ID IM زائد الـ MD. ونرجع نعوض الـ M في الـ G، الـ IM على الـ BM زائد MG. هذا الباسط حدين نوزعه على المقام، فراح يصير الـ IM على BM زائد الـ MD على BM. الـ IM على الـ BM حسبناها فوق اللي هي تان الألفا، والـ IM على الـ BM قلنا تان ألفا. نرجع نعوض بمكان الـ MD على BM والـ IM على BM الزوايا مالتهم تان ألفا وتان بيتا. طلعت عند المعادلة النهائية بهالشكل هذا. أرجع البقية نفس الخطوات السابقة، بمكان الـ F sub C أعوض M أوميجا تربيع في الـ R، وتان الألفا R على H. المهم راح أوصل إلى المعادلة النهائية اللي هي تربط الـ H مع الأوميجا تربيع. وإذا أريد أربط المعادلة مع الـ N، فراح يصير عند الـ H يساوي نفس المعادلة، بس بمكان الأوميجا نعوض 2 باي N على 60. نجي للمثال 18-7 بالكتاب، اللي هو منطيني لودد بورتر كفرنر. الكفرنر المنطينيه نوع بورتر، طول الأذرع مالته 250 مليمتر، اللي هي المسافات نسميها بي بي. طبعا الأذرع مالته تكون مساوية، يعني البي بي يساوي البي دي. تو ريفولفينج ماسز، عندي البولز الكرات الكتل مالتهم هاي سمول ام 3 كيلوغرام، والسنترال ديد ويت اوف ماس الحمل اللي ضفناه او الوزن الكتلة مالته الكابيتال ام هي 20 كيلوغرام. All the links are attached to respective sleeves. هاي الأذرع متصلة ويا السليف. المسافة 40 مليمتر اللي هي من السنتر لحد نقاط السليف. From the axis of rotation. The masses revolve at a radius. هنا مطيني الـ R بالمينيموم سبيد وبالماكسيموم سبيد. الـ R بالمينيموم سبيد نسميها الـ R1 150 مليمتر، والـ R2 بالماكسيموم سبيد 200 مليمتر. Determine the range of speed. هنا بكل R، الـ R اللي هي المسافة، هاي المسافة من سنتر الكرة لحد
محور الدوران. المسافة هاي قلنا احنا اذا يزيد الحمل على المحرك تقل سرعة المحرك، فالآر هاي راح تقل، وبالعكس اذا قل الحمل على المحرك السرعة تزيد فهاي المسافة راح تزيد. فمنطيني هنا قيمتي للآر مرة بالمينيموم بوزيشن اللي هي المينيموم سبيد، يعني ال ار 1 اللي قلنا 150 ملي متر، ومرة بالماكسيموم سبيد ال ار 2 اللي هي 200 ملي متر. فيصير الحل كأنه حلين، راح احسب مرة ال ان 1 منه ومنه احسب ال ان 2 وبعدين اوجد الفرق بيناتهم. قبل لا احسب السرعة الدورانية لازم احسب ال h، ال h1 وال h2، لانه قيم ال h تتغير ويا ال r. فهسه اكو مجموعة خطوات لازم احسبها حتى احسب ال h1 وال h2، لان هون معادلة ال n1 وال n2 هي راح تكون ثابتة، بس ال h عندي بيها متغير، فلازم احسب ال h بكل position كل موقع. فهسه نجي نبدأ بال h1، نبدأ نحسبه. أول شيء أحسب الأبعاد اللي عندي، مثلا ال r1 أبدي بالمينيموم سبيد، طبعا بالمينيموم بوزيشن. ال r1 هو 150 مليمتر المنطيها. ال bf المسافة bf راح تساوي المسافة bg ناقص المسافة fg. المسافة bg هو ال r المنطينياها 150 ناقص ال fg اللي هي ال 40، راح تطلع عندي ال bf 110 مليمتر. اجي احسب ساين الالفا 1. ساين الالفا 1 ايش يساوي؟ المقابل اللي هو البي اف على الوتر اللي هو طول الذراع البي بي. البي اف 110 وطول الوتر 250، راح تطلع عندي ساين الالفا 44%، اخذ لها انفيرس تطلع الالفا 1 26.1. اجي احسب الاتش 1. الاتش 1 هو نفس النقطة الأوجي أو المسافة الأوجي، ليش راح تساوي من قانون التان مال ألفا وان؟ تان الألفا وان إيش راح يساوي؟ يساوي المقابل على المجاور، المقابل هو 150 والمجاور هو ال اتش وان، وعند الوتر فهنا راح يصير عندي ال اتش 1 يساوي البي جي على تان الالفا 1. البي جي هو 150، تان الالفا 1 تان 26 يطلع 306 مليمتر، احوله للمتر يطلع 0.306 متر. هنا الاذرع مساوية، تان الالفا 1 نفس تان البيتا 1، يعني المعادلة مال الان تربيع اعوض بمكان الكيو 1، فتطلع عندي هاي المعادلة النهائية n1 تربيع تساوي m زائد m. قلنا بس ال h1 هنا عندي اعوضها اللي هي 0.306. ال small m هو كتلة الكرة 3، ال capital M كتلة الوزن الكبير 20 على ال small m اللي هو 3، وال h1 قلنا 0.306، راح يطلع ال n1 تربيع اجذره يطلع ال n1 150 rpm. نفس الخطوات اروح احلل اوجد ال h2 حتى اطلع ال n2. ال bf هنا راح يتغير عندي لان ال r يتغير، فنقطة ال bf هي ال bg المنطينياها 200 ناقص ال fg 40، تطلع ال bf 160. ساين ال alpha 2 راح يساوي ال bf على ال bp المقابل على الوتر، المقابل 160 اللي هي هاي المسافة، والوتر اللي هو طول الذراع 250، راح يطلع ساين الالفا 2 64%، اخذ ذا انفيرس تطلع الالفا 2 او البيتا 2 هو 39، لانه الزوايا مساوية هنا الاذرع مساوية. ال h2 ايش راح يساوي؟ البي جي على تان الالفا 2 نفس الخطوات السابقة، بس هنا زاوية الالفا تغيرت عندي لانه الار تغير، فراح تطلع ال h2 240 مليمتر، احولها للمتر. قلنا الاذرع مساوي، يعني تان الالفا يساوي تان البيتا، يعني الكيو 1، فال n2 تربيع احساوي 28590، اجذرها
تطلع 169 RPM. هسه الرينج اوف سبيد تغير بالسرعة هو ال N2 ناقص ال N1. ال N2 169 ناقص ال N1 150 راح يطلع عندي 19 RPM.